وللحديث عن دلالات توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في 14 من آيار المقبل. معنا من أنقرة الإعلامي والباحث السياسي أو في الشأن التركي الأستاذ محمد صادق يلدرم. مساء الخير عليكم. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يعني أستاذ محمد، إلى أي مدى كان مهما لجميع الأطراف السياسية في تركيا كمعارضة وكذلك ائتلاف حاكم، إلى أي مدى كان مهم تقديم الانتخابات رغم مأساة الزلزال المدمر التي مرت بها تركيا؟ نعم، يعني طبعا حسب القانون والدستور يحق للفخامة الرئيس تقديم أو تأخير أو إجراء الانتخابات في نفس التاريخ، وتقضي طبعا أيضا أن تكون الانتخابات بعد إكمال خمس سنين. فضمن هذه الخطة طبعا يعني أيضا فخامة رئيس تحدث عن 14 أيار أنه يعني سيتم الانتخابات في هذه التاريخ، لأنه هناك كثير الأمور يقضي أن يقدم الانتخابات قبل شهرين من وقتها. أولا العطلة الصيفية، والكل الناس يذهبون إلى طبعا بطبيعة الحال وظروف خاصة وظروف طبيعية يذهبون إلى مصايف ويذهبون إلى الرحلات، ولديهم أيضا السفرات. أيضا هناك يعني بعد العيد مباشرة حتى يتم الانتخابات، ولحتى لا يدخل الناس إلى الفصل الصيف. فهي الأسباب، طبعا بعض الأسباب التقديم للانتخابات. طيب أستاذ محمد، تقييمكم لموقف المعارضة التركية واستعداداتها بعد قيام أردوغان بمهامه الدستورية، لا سيما بعد ما جرى من انسحاب أكشنار ثم موافقتها على كمال كليتشدار أوغلو بشروط؟ نعم، طبعا المعارضة لديها هاجس في الصراحة بالانتصار أو الفوز الانتخابات منذ يعني 23 سنة. كما تعرف أخي الكريم، كمال كليتشدار أوغلو خاض إلى الانتخابات 10 مرات، و10 مرات يعني خسر أمام أردوغان. ومنذ تقريبا 3 سنوات أو أكثر يعمل على الجمع المعارضة كاملة من أقصى اليمين لأقصى الشمال، ويعني نوعا ما نجح بهذا الموضوع. ولكن المعارضة ليس لديها الخطة الانتخابية أو ليس لديها البرامج الانتخابية واضحة، ولديهم خلافات عميقة، لأن هناك اختلافات يعني عقائدية واختلافات يعني كثيرة حول الأولويات المنتخب أو الشارع التركي. فرضا أنه مثلا القانون التي تباح ب يعني المثليين هم من أولويات هذه المعارضة. أيضا هناك كثير من المواضيع يعني مختلفين عليها، ولكن لا يظهرون هذا الشيء. ولكن في الجمعة الماضية كانت هناك أزمة عميقة بين المعارضة ومرال أكشنير، انسحبت وبعد ذلك رجعت، وهذا تدل على أن الائتلافات الحكومية بتركيا تسبب إلى أزمات الإدارية والاقتصادية والسياسية والثقافية. طيب، هنا إلى أي مدى يستطيع الرئيس أردوغان والائتلاف الحاكم تخطي عقبة الطاولة السداسية التي تراهن على أمور عديدة لإنهاء 20 عاما من تجربة فريدة لحزب العدالة والتنمية في الحكم داخل تركيا؟ في الحقيقة الموضوع خدمات هي ملعب لفخامة رئيس أردوغان، لأنه هو أتى من رئاسة بلدية إسطنبول ومعروف خدماته في تلك التاريخ إلى اليوم. فيعني هو يعني اقترح ويعني عمم ايضا اليوم انه فقط يعني سيقوم بزيارات المناطق المنكوبه والمساعدات للناس، لانه عدد السكان المتاثرين من هذه الزلزال ليس فقط الناس الموجودين في هذه المنطقه، ايضا اثرت على الباقي المجتمع بتركيا. فيعني الناس اللي ذهبوا وسافروا واستوطنوا في هذه الاماكن اثروا على جوارهم. فالأردوغان يعني سيقوم فقط بالمساعدات للمنكوبين في منطقة الزلزال. وكما تعرف أيضا أعلن يعني المدن المؤقتة والأماكن المؤقتة من أجل إيواء الناس وأجل التخفيف معاناتهم. وأيضا من ناحية أخرى يعني أيضا خلال الشهرين سيضع الحجر الأساسي بما يقارب 240 ألف شقة سكنية وسيسلم إلى المواطنين. وهذا الموضوع سبقا تمت في عدة المدن بتركيا مثل الزلزال بمدينة وان
ومدينة أيضا أرزنجان ومدينة إزمير، وهناك كوارث طبيعية أخرى كانت مثلا في مدينة يعني أيدن والمغلا والأنطاليا بسبب الحرائق، أيضا في المدينة أو المدن المتاخمة في البحر الأسود بسبب السيلان. فكل هذه النماذج تعطي البطاقات أو تعطي الإشارات للشارع التركي لأجل الفوز الانتخابات يعني فخامة رئيس. أما المعارضة لا تذهب إلا الإدعاءات وفقط نقد الخدمات، يعني لابد أن تعطي المواطن برنامج واضح صريح لحتى يقدر يجمع الأصوات المعارضة، ولكن إلى اليوم لن نسمع شيء من هذا القبيل. طيب، هنا في ظل تأكيدات والمؤشرات بفوز الرئيس أردوغان بالانتخابات الرئاسية، ماذا عن الانتخابات البرلمانية؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يحافظ الائتلاف الحاكم وكذلك الأحزاب الجديدة التي دخلت فيها على الأغلبية حتى يستطيعوا تمرير القوانين؟ نعم، يعني أظن، يعني هذا رأيي الشخصي، أنه أظن فخامة رئيس سيذهب باختيار المرشحين لديهم ثقل ولديهم ثقة ولديهم سمعة ولديهم حضور في الوسط يعني التركي. فيعني خلال هذه كل المواصفات طبعا الناس يريدون التواصل مع الحكومة وتكون هناك تناغم بين الرئاسة وبين البرلمان. يعني اليوم مثلا الحزب الجمهوري يشكي من عدم مثلا الصلاحية الموجودة لدى رؤساء البلديات بسبب الأغلبية الأعضاء المجلس المحلي يعني منتمين إلى التحالف الجمهوري. فالشعب التركي لديها تجارب مريرة بهذا الموضوع، وأظن أنه سينتخب الرئيس والأعضاء البرلماني من نفس الحزب. طيب، هنا ما هي إمكانية إجراء الانتخابات في المناطق المدمرة والتي تأثرت كثيرا بالزلزال؟ كيف سيمكن التعامل معها من خلال الهيئة العامة العليا للانتخابات؟ نعم، الهيئة العليا للانتخابات تقريبا منذ أسبوعين يعني عملت جولة في كل مناطق المنكوبة وجددوا المعطيات كلها، وطبعا هناك أيضا بعض التسهيلات حول مثلا لنقل بيته لنقل او يعني سكن في فنادق او في المنشآت الوزارات او المضافات. فكل هذه المناطق يعني متاح في الاختيار امام المواطن عبر الدولة الإلكترونية، وهناك يعني حتى لموجود في الخيم ممكن ان ينتخب عبر هذه التقنية والطريقة. طيب أستاذ محمد، خيارات حزب الشعوب الديمقراطي وكتلته الانتخابية في ظل تعويل الطاولة السداسية على انضمامه إليها، هل هناك قواسم مشتركة بالفعل بينهم؟ طبعا يعني هناك يعني دعم كبير للحزب الجمهوري أو حزب الشعوب الديمقراطي، نعم، للحزب الجمهوري اليساري، ولديهم قواسم مشتركة كثيرة. فيعني كمال كليشتار أغلو يعول كثيرا على هذه الجزئية، ولكن بنفس الوقت يعني هناك القسم كبير لا يريد هذه التحالف لو مبطن. لا تريد تذكر أسماء حزبين مع بعض. نعم، من أنقرة الإعلامي والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمد صادق يلدرم، شكرا جزيلا لكم معنا.